انتظروا لقاء خاص. كابتن سعد سمير قال ان انت بتخرف وانت نايم. لا انا ما بقتش اخرف، كان زمان. مع الكابتن ايمن اشرف. احتفلت بعيد ميلادك ازاي؟ اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الاحتفالات. في حوار جاد جدا. لو جالك فرصه تكون حاجه غير لعيب الكوره هتكون ايه؟ تاجر دهب. دهب؟ اه. اسئله صعبه جدا. مين اللي دايما بيقعد معاك في الاوضه لما بتسافروا بره مصر او جوه مصر؟ ياسر ابراهيم وقفشه. واجابات من الاخر. نسيت تواريخ مهمه ومراتك عملت لك مثلا؟ انا الذاكره عندي صفر. يا ترى ايه اللي حصل؟ اغنيه بتحبها؟ انا بحب الاغاني الشعبي جدا. لقاء خاص الخميس الساعة 12:30 بعد منتصف الليل على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.